مركب شنو؟ كلورو ميثان. ايش حضرت؟ حضرت ميثان. زين من حضرت ميثان ازدادت عدد ذرات الكربون؟ ما زادت. زين اذا قال لي حضر من كلورو ميثان اللي هو CH3، يقول لي حضر لي ايثان او مو ايثان، بروبان. البروبان CH2 CH3، يعني ايش راح يزداد؟ راح يزداد ذرتين كربون. بهاي الطريقه هم ماتي يعني اقدر استعمل كاشف جرينيان، بس باختلاف بسيط. هسه راح نشوفه. اول شيء راح اجيب الام جي. هسه اول شيء اجيب الام جي احطها بالنص مثل ما قلنا، لزقه CH3 MgCl. وراح ايش راح اسوي بالطريقه طلع لي بيها نفس عدد ذرات الكربون ضفنا CH3. هنا ايش راح اضيف؟ راح اضيف هالي تلكين. اني عندي ذره كربون واحدة وانا احتاج ثلاثة، يعني اكون شجي اجيب ذرتين كربون CH3 CH2 واضيف Cl هنا على مصر هاي الكيل. مجرد ان اوخر ذني وبوخر Cl والزق ذني، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي CH3 CH2 CH3، وهو اللي يريده هذا. وهسه باختصار اذا اريد افتهم شنو الفرق بين هذا وهذا، اذا اراد نفس عدد ذرات الكربون اضيف بالخطوة الثانية H2، وإذا أراد يزيد عدد ذرات الكربون أضيف في الخطوة الثانية هالي الكيل. وش هسه عندي الطريقة الرابعة واللي هي طريقة الألآي. شلون أحضر الألكان؟ أول شيء مثل ما قلنا نبدي بهالي الكيل CH3Cl. راح أضيف الألآي زائد ألآي بوجود CuCl. حلو. ال Li وين راح تجينا؟ راح تجينا هنا CH3 by 2. هنا صير هاي كل نحفظها تقريبا شبه درخ. ال Cu راح تجي هنا. حلو. ال Li راح تجي هنا زائد Cl2. هسه يجي واحد يقول لي من جاني Cl2؟ اقول لك Cl منه، سي ال منه، صار سي ال 2. حلو. السي يو اجت لزقت بالسي اتش 3 والال اي اجت وراها، ولازم اخلي هذا الباي 2. وراها ايش راح اسوي؟ راح اجيب هاليت الكيل. هاليت الكيل سيجين واحد يقول لي كيف هي؟ اقول له حسب المطلوب بالسؤال. مثلا هسه احنا بدينا هنا شلون من كلورو ميثان. اذا مثلا رايد احضر ايثان، ايش راح اجيب؟ راح اجيب هذا، راح اجيب سي اتش 3 Cl. ايش راح يسوي هذا؟ راح يوخر لي هذني، راح يوخر لي هاي الاثنين، وراح يزق لي ال CH3 بال CH3. ايش راح يصير عندي؟ CH3 CH3. خلصت هاي الطريقة، والباقيات تقريبا كلها نفس الشيء. آخر طريقة لتحضير الألكان واللي هي طريقة الفلز والحامض. هسه يجيني واحد يقول لي شنو طريقة الفلز والحامض؟ أقول له أول شيء بمن راح أبديها؟ راح أبديها بهاليد الكيل. بس هاليد الالكيل مرات يكون عندي مثلا RX3 ومرات عندي RX. ال RX3 ايش راح اضيف؟ راح اضيف زائد 3ZN زائد 3HCl. ال RX الوحده ايش راح اضيف؟ ZN زائد HCl. حلو. هاي ايش راح يصير عندي هنا؟ راح توخر هاي الاكس 3، وش راح تعطيني؟ راح تعطيني اتش. ايش راح يصير؟ ار اتش بكل سهوله زائد 3 زد ان سي ال 2. هاي ايش راح يصير عندي؟ راح توخر هاي الاكس وتعطيني هماتين اتش واحده. ايش راح يصير عندي؟ ار اتش زائد زد ان سي ال 2. هسه اذا واحد يقول لي اريد مثال مثلا، ايش راح اقول له؟ هنا يصير CH Cl Cl Cl. حلو. زائد 3 ZN زائد 3 HCl3. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي CH4 زائد 3 ZnCl2. بينما هنا ايش راح يصير عندي؟ مثال CH3Cl زائد ZN زائد HCl3.
ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي CH4 زائد ZnCl2، وهنا خلصنا تحضير الالكان كله.